الثلاث 14 جوان 2022، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الحوار التونسي من برنامج نهاركم فل، وإن شاء الله نهاركم فل الناس الكل. كالعادة حلقة جديدة مع مواضيع جدد وضيوف جدد ومنو جديد يقترح لنا بعد شوية شيف بليل في الكوجينة متاعنا. إن شاء الله تابعونا من هوني حتى لآخر الحلقة على خاطر مواضيع الكل هامة كما عودناكم دينا في برنامج نهاركم فل. اليوم في الإكسبير دو جور باش نحكيو على ترشيد استهلاك الضوء. برشا ناس تقول لك الفاتورة تجيني غالية برشا في فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع ذروة استهلاك الكهرباء. عندنا الكليماتيزور، عندنا الفريجيدير، برشا يخدموا الكونجيلاتور سبيسيالمون الفصل الصيف، زادة كيف كيف عندنا برشا حاجات أخرى نستعملوها أكثر من فصل الشتاء. دونك شوية آخر نحكيو على النصائح اللي بها نجموا نستحفظوا على فاتورة الضوء وكذلك الاقتصاد في الكهرباء. اليوم في فاميلي باش نحكيو على موضوع يخص الصغيرات وقت اللي الكبار يختالوا الانفصال، يختاروا الطلاق. كيفاش نحضروا صغيرنا جوستومون الانفصال الابوين، شنو اللي نقولوا له قبل الطلاق؟ فما صغيرات ما يفهموا حتى شيء وما يفيقوا بحتى شيء، راهو روحهم نقولوا احنا هزتهم لي شانجمون والتغييرات اللي تحصل في العائله وهم مش فاهمين، كانوا في دار ولا في دار اخرى، كانوا عايشين مع الام والبو يوليوا يراهم على فترات. دونك هذا كل كيفاش نفسروا لهم قبل الطلاق، قداش مهم نحكيوا معاهم في الموضوع هذا، وزاد كيف كيف بعد الطلاق كيفاش تكون لا بريزون شارج. وعنا ان تيمونياج من عند ام اللي عاشت التجربه هذه. شويه اخر في بدل حياتك نحكيوا على الناس اللي عندها النفاخ في الساقين اللي تجي خاصه اكثر في فصل الصيف من بقيه اشهر السنه. علاش اكثر في الصيف الساقين تنفخ عند بعض الناس وحتى اللي مش مستانس يمكن يرى نفاخ هكا في الساقين بالوقفه بالسخانه؟ فما برشا انكونفور، الاسباب والحلول للاشكال هذايا نحكيوا عليه بعد شويه في بدل حياتك. بيان سور نصيحه جديده كالعاده وكونساي اون انيمالغي مع زانيمو، وكالعاده زاده كيف كيف مع نوتر بارتنير كاليفورنيا جيم في الفيتنس نوتريسيون، وزاده كيف كيف في لافورم. هذا الكل ومع منو جديد كيما كل حلقه مع شيف بلال اللي نمشي ونصبحوا عليه ونكتشفوا لو منو دو جور معاه. نهارك فول شيف، مرحبا. اهلا، عايشك. سافا لاباس؟ عايشك، الحمد لله. دونك كالعاده لينوفاسيون، الافكار الجديده يعيشك. شوي الوان هكا زاهيه على الصباح، باه كيما الالوان نتاع الخضره نتاعك اسورتي انا وياك. دونك الالوان تبارك الله زاهيه موجوده، الخيرات الكل عندنا، لي بارتنير نتاعنا موفرين لنا لي زانغريديون الكل. ش عندنا اليوم في المنيو؟ اليوم عندنا سلطه برغل، نعملوا فيها شويه جبن. اي باهي البرغل، اي اون سالاد سورتو. وي خفيف و ميم طون معناتها يشبع يقنع، حتى كي ناكلو منه شويه هيلثي هيلثي. دونك ومن بعد عندي تالياتيلي بالحم، باش نعملو فيها صوص صوجا وصوص باربيكيو هكا، فيها شويه فلفل وكل الازياتيك هكا الازياتيك شويه. فيها باش نعملو تالياتيلي نتاع ليبيدور، باش نعملو معاها مغيرفة طوماط دوبل كونسونتخي نتاع سيكام، باش تعطينا كل الجو معناتها، ومع صوص باربيكيو تمشي برشا. وبالنسبه للديسير باش نعملوا تارتيلات وزامونت كونفيتور. اي هيلا. دونك باش نعملوا لي فون دو تارت نورمال، باش نحطوا من داخل الكونفيتور، وفي الاخر بالكل باش نعملوا اباري لاباري داموند فيها سكر و اموند ان بودر. باش تحط اموند ان بودر، فارينه، عظم وسكر، نعملوا اباري ونحطوها فوق التارت. دي من داخل تخرج كيما اللي تارت ناخذوهم ساعه ساعه من برك تبدا في وسطهم المعجون. دونك احنا تو باش نعملوا هنا سيركلاس، علاش باش نشريو من برا وقت اللي احنا نجموا نعملوا كل شيء يبدا حاضر. دونك ما تنساش باش تقيد وباش تحضر ورقه وستيلو مع شيف بلال باش ما تفلتوا حتى شيء من لي روسيت نتاع اليوم اللي باش نبداو فيهم جوستومون جوست بعد ما نمشيو نعملوا طلع على ميتيو توقعات جويه لنهار اليوم.
دونك شيف بلال حضر المعون نتاعو لي زيستانسيل كل على الغاز باش نبداو مع اول حاجه شوف شنو نبداو شيف نبداو بالبات باش ناخذوا الجولدينا نتاعنا خدينا جولدينا بلس باي ناخذوا تالي تالي باي والطماط دوبل كونسونتري تاسيكا تاسيكا تري بيان باي دونك اول حاجه نبداو بها شنو باش نقليو اللحمه نتاعنا باي عندنا اللحمه ومقصوص جويت باش ناخذ مغيفه نتاع جولدينا بلس باي اون فالو سوتي شويه في الجولدينا بلس جولدينا ديجا نحكيو على الهيلثي وهذه معناتها من الحاجات الخفيفه على الاخر معناتها البرودوي نتاعها بنين حتى كي نحطوه في الجاتو معناتها يعطينا هكا تكستور خفيفه وي باي دونك نحطو معاه الحيمات نتاعنا وي ومن بعد شنو باش تزيدو؟ نخليه يتقلي باش نحطو له شويه هكا بصل باي المعتاد اي هذوما فلفل اكحل وملح ما يغيبوش على طعام ديجا المعتاد فيها شويه ملح ماذا يردوا بينا شويه دونك ما نزيدوش نجمو ما نزيدوش الملح نجمو ما نزيدوش باهي شنو اخر باش نحطو؟ باش نحطو الخضره نتاعو اللي هي شنو باش تحط فيها خضره بسيطه؟ نحطو فلفل وبصل باش نقصوه كيما قصينا اللحم هاك باهي فلفل وبصل شنو اخر؟ باش ناخذ توا فلفل وبصل هكا هاو باش تزيد بصل بخلاف ال معناتها باش ناخذوا اي باش نقصوه هذاك باش نخليوه يتقلى باش ناخذوه نقصوه هكا اون لاميل هكاك ولا اون جوليان كما تقولوا انتم في كوجينا ونزيدوه دونك نحسوا الروسيت كما قلنا من الاول ماشي على ازياتيك شويه خاطر بعد باش تزيدها عندنا الصوص سوجا صوص باربيكيو صوص باربيكيو هاكا ولا تري بيان باهي دونك لي صوص ما نزيدوهمش توا احكي لنا على الغسيل تونتي تتقلى بالكدا بالكدا معناتها اللحم هكا يولي معناتها ديجا بحس انه باش سايب القوم نتاعو باش نزيدو مغيرفه نتاع الطماطم كيف كيف تتقلى شويه نحط الخضره نتاعنا خاطر فيها شروس حفيظها الطيب ومن بعد في الاخر بالكل نحط لي صوص نتاعنا ونذوق الصوص اذا كان ناقص شويه ملح ولا يعني قبل ما نطفيو نحطو السوجا والباربيكيو باهي طيب زيد مغيرفه طماطم تتقلى زيد مغيرفه قليوها مع بعضها الكل باهي واخر معناتها نزيدو بعد البصل والفلفل واخر حاجه لي صوص اخر حاجه في الاخر بالكل معناتها علاش خاطر الصوص السوجا فيها شويه مالحه شويه دونك مع المطار دونك فوم يوم ما نحطوش الملح مالا جمله ماذا بينا عندنا المطار مالحه وعندنا الصوص السوجا مالحه دونك الملح زايد هذا بين نقصوا من الماكله بالملح الزايد باهي و اونتر تون الماء قاعد يغلي باش تحط هذه بعد تغلي نحطوا التالياتيل نتاعنا في الماء باهي وهذا في هذا وعندنا البات نتاعنا تبدا مريقله فوالا معناتها هما في اسيا ياكلوا برشا بالصوص سوجا اي عندهم لي ليغوم ولي نوي دونك يتعوض شويه لي نوي بريسك تشبه لها على ذاك اخترنا البرودويت دونك باش ناخذوا داكوغ باهي هذه التالياتيلي نتاعنا باللحم الازياتيك على الطريقه الاسيويه اللي ياكلوا كيما قال لكم شيف برشا لينوي وبرشا الروز وبرشا الصوص سوجا ياسر يستعملوها في الكوجينه نتاعهم بصفه عامه. باهي شيف مادام كملت انت مالا قليت اللحم والطماطم والبصل والخضره نتاعنا اللي هكا كملنا بها براتيكمون الغوسيت قعدوا كان لي صوص في الاخر قبل ما نطفيو بشويه احنا نمشيو كالعاده ناخذوا نصيحه جديده مع كاليفورنيا جيم نوتر بارتنير دو لا فورم لا فيتنس ولا نوتريسيون اون باتيكا نرجعو مرحبا بكم في حلقه جديده من كونساي جيم باي كاليفورنيا جيم معاكم كوتش امين مالغري اللي الانسان من بعد 40 فما فوق الميتابوليزم تاعو يبدا بلون اون فا سوليني لامبورتونس دو لا ديفيرسيفيكاسيون دي زاليمون فما حاجه تري تري امبورتون ياسر وهي لو تيمبو ديكزيكسيون We'll be right back.
augmenter la fréquence cardiaque. 1, 2, 3. Yes! Regardez les valeurs. 1, 2. Et on renforce les muscles. On brûle des calories. On stamp. Come on, come on, come on. Jump kick. اليوم في صحيح من غلط يتسائلوا ابري لا كارونتين نجمو ناخذو بريز دو ماس مسكولير ولا اي بان وي اون بو لافوار تو سامبلومون مالغري اللي الانسان بعد 40 عام فما فوق الميتابوليزم تاعو يبدا بلو لون مي افيك اون بون اليمونتاسيون سين اللي هي ايفا بوستي لا تيستوستيرون افيك اون بون ريكوبيراسيون بالخاص النوم في الليل يزم يكون تراوح بين 6 سوايع و 8 سوايع افيك ان دي زيزيرسيس ولا سيونس تاع تكون ادكوات بور لا بريز دو ماس اي بوكو بلوس لا بيرسيفيرونس تشد صحيح توصل وتخرط لوبجيكتيف تاعك لو بون اكزومبل سي سا. اليوم في دقيقة نوتريسيون اون فا سوليني لامبورتونس دو لا ديفيرسيفيكاسيون دي زاليمون. نعرفوا اللي كل واحد فينا عنده ميولاتو وعنده شهواتو، ما هذا ما يمنعناش باش ناكلو ماكلة متوازنة متكاملة ومتنوعة، يكون الغطاء نتاعنا متكون من مواد غذائية نباتية ومواد غذائية حيوانية، هكاكا اون بو ايفيتي توت كارونس ليي ا نوتر اليمونتاسيون. يا جماعة، on a remarqué في les salles de sport et les labeds qui jouent et traînent, ils font très attention au programme d'entraînement. Ils font très attention aux exercices et les chiffres, le nombre de répétitions et le nombre des séries. Mais il y a une chose très très importante, c'est le tempo d'exécution. Qui m'a par exemple, le chauffeur Rémi, Yassine, s'il vous plaît, Warina, le tempo d'exécution de rapide est là. Regardez moi ici pour l'extension des bras les amis. Pour la phase de descente, la vitesse rapide. Pour la phase du retour, la vitesse est lente. Ça c'est un type de tempo. Il y a un autre type de tempo par exemple, pour la hapta, c'est lent. Pour la tala, kif kif, c'est lent. Donc pour la fitness نتاع اليوم, حبيت نقول لكم les amis, وقت اللي تختاروا l'exercice ou تختاروا le nombre de répétitions, لازمكم زادة تختاروا لو تيمبو ديكزيكسيون على خاطر إلي أوسي كريسيال كو ليكزارسيس. كاليفورنيا جيم تربحك كل جمعة أن أبونمون بلو باسبور دو 3 موا باش تشارك وتربح. جاوب على السؤال اللي تلقاه كل يوم على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم. مرة أخرى رجعنا معكم في برنامج نهاركم فل، وخليت شيف بليل حايس في الكوجينة لو طون لي قدم في الغوسيت نتاعنا، بالطبيعة باش تبعوا معاه المنيو توت أو لون دو ليميسيون. جا وقيت ليكسبير دو جور اليوم فيها باش نحكيو على استهلاك الطاقة والكهرباء خاصة في فصل الصيف. الاستهلاك نتاع التونسي يكثر وبيان سور الفاتورة تكثر. اليوم بحضنا سي لطفي رياح اللي هو رئيس منظمة تونسية لإرشاد المستهلك باش يعطينا بعض النصائح وبعض الأرقام على استهلاك التونسي للكهرباء هوني سورتو كما قلت مع ارتفاع الذروة في فصل الصيف. مرحبا بك سي لطفي، نورتنا اليوم. شكرا على الاستضافة، تحية ليك وتحية لمشاهديك. يعيشك يا سيدي، مرحبا بك. سي لطفي، فصل الصيف وين تتعدى الكليماتيزورات الكل تخدم بخلاف اللي عنده في الدار اكثر من كليماتيزور، الفريجيدير، الكونجيلاتور ساعات، الفنتيلاتور وبرشا حاجات اخرى في اداراتنا في لي كوميرس، الناس الكل تستهلك تقريبا في الكهرباء، ذول نسجلوا دي بيك نتاع استهلاك هكا ولا؟ فترة الصيف موعد استهلاك كبير مع الضوء، خاصة اللي فاتورة غليت. خاصة اللي تزادت قرابة 12% اللي أكثر من 200 كيلوات في الشهر، وهذا بينضف راين باش نعتبروها نحن اللي جل العائلات التونسية في البالي هذه اللي أكثر من 200. أي. علاش؟ على خاطر نعرفوا نحن الاستهلاك نتاعنا ونعرفوا اللي التجهيزات الموجوده في الدار، كليماتيزور وفريجيدير وكل شيء، ما تمشي لنا كان اللي اكثر من 200. فوالا التلفزه والاناره بالضبط. وهنا يلزمنا حاجتين، اول حاجه ساعه طلب من المنظمه التونسيه لإرشاد المستهلك اصحاب القرار، خاطر الفاتوره كي نشوفوها فيها اقساط من 0 الى 50 قسط ومن 0 الى 100 قسط. كي تستهلك 51
يمشي لك للقسط للمية بالي الثاني مش الخمسين الأولى بسوم والواحد بسوم، وهذا نعتبروه غير عادل. علاش؟ على خاطر الفلسفة متاع لي بالي كونه تحاول كيفاش تقتصد مش يعاقبك على خاطر أنت استهلكت واحد. كيف كي زاد من صفر لميتين تفوت المية واحد يمشي لك البالية اللي بعده من صفر الميتين، وهنا يلزم مراجعتها تلقى في فاتورة غالية وهذه تلقاها غالية كل شيء. دونك زادة كيف كيف فترة الذروة متاع الاستهلاك المسائية في شهر جوان وجويلي أوت أغلى، لازم نقراو حسابنا شو معناتها الفاكتوراسيون تكون أغلى في أغلى. الصيف ولا جوان وجويلي وأوت فترة الذروة المسائية يلزمنا نحدوا من الاستهلاك متاعنا خاطر تريفتها أغلى من العادية. هذه معلومه ما في بالي، شكرا ليكم كمنظمه تبعوا في الديتاي هذوما. معناتها في فصل الصيف فقط هذا في جوان وجويلي اوت فتره مسائيه تكون الفاتوره نتاعها اغلى من أغلى من لا اغلى من الوقت اللي ما فيهوش ذروه. داكوغ، واغلى من وسط العام. بعد كده تبدا فما ذروه نخلصوا اكثر ديما نبعدوا على الاستهلاك، وديما نحاولوا كيفاش خاصه الماشين اله الغسل نتاع الماعون ولا نتاع الحوايج ولا فهمتي، نحاولوا كل الوقت نتاعها ما نستعملوهاش في وقت الذروه. كي يقولوا وقت ذروه جوستومون باش الناس تفهم الهوني معناتها وقتاش؟ وقت تومبك السخانه؟ العشيه في تومبك السخانه ولا بعد؟ لا العشيه بين تبدا من نصف النهار وانت ماشي، دونك من بعد نصف النهار الثاني هذيك لو بيك نتاع الكونسوماسيون. هذا في من ناحيه، من ناحيه اخرى كونه راهو ما نجموش نحكيو على تقسيط في الاستهلاك واذا كان نحن ما عندناش اليات المعرفه نتاع كيفاش باش نقتصد. وهذا هام وهام جدا، يلزم يكون الحساب نتاع الاقساط عادل باش نجم انا كي نقتصد نلقى نتيجه. اما انا كيفاش تحط لي انت مفهوم الاقتصاد وقت نستهلك 51 تعاقبني انت ونمشي للبالي الثاني؟ هذا ماهوش معقول. والنوم نحن عندنا اشكال في العدد نتاع الكميه اللي نستهلكوها، على خاطر مش معقول اللي نمشي تو الزياده صارت للي اكثر من 200 وهي العائله التونسيه اكثر من 200، ونحن ساهل ياسر راهي الحساب نتاعنا نقارنوها بموظفي ستيك اللي هما ياخذوا قرابه 9000 كي تقسمها على الاشهر تلقى في حكايه 700 فرق بين 700 كيلوات وبين 200 فرق. دونك يلزم اما معادله يلزمها تكون واضحه ترشيد الاستهلاك حتى لاعوان ترشيد الاستهلاك يكون منطقي للناس الكل، مشي معناتها يحس التونسي راه فاتوره الضوء غاليه برشا مقارنه بالدخل نتاعو، تثقل الميزانيه وما عادش ينجم. تحيه شكر الستيك اللي في برشا الوضعيات تحاول كيفاش تعمل اقساط. هذه تحسب للشركة وبارك الله فيهم، على خاطر في المنهج هذا تلقى عائلات ما تنجمش يجاها مليون ومليون ونص وكل شيء. ما تنجمش هو معناتها المنهج هذاك على خاطر زادة عندها برشا ديون متخلدة بذمتها وبرشا ديزامبي من شركات ومن ناس، دونك يظهر لي حل مجبورة عليه باش تمكن الناس تخلص. صحيح. وإلا كما قلت أنت تمشي في زاد لي بالي هذوما ما يكونوش يعني فيهم دي سانكسيون للناس، سينو مش معقول فاتورة توصل مليون حتى 600 برشا أو 500. طلبنا الأساسي كونه كل بالي تحسب كل قسط تحسب بوحده. أنت وش استهلكت؟ بالضبط. أنت لا أنا استهلكت 200، عندي 50 الأولى بسوم، عندي 50 الثانية بسوم، عندي فوق المهم بسوم، هكاك باش نعرف روحي أنا راهو مشيت مش بالتدرج. هما ثلاثة أقساط لكن نحاولوا كيفاش نرشد. بالنسبة أنت قبيلة قلت مهم برشا نقولوا له كيفاش يلزموا يرشد الاستهلاك نتاعو باش يضغط شوية على الفاتورة ويفهم إيش معناتها. النصيحة الأولى اللي قلت أنك نبعدوا على أوقات الذروة في الاستهلاك نتاعنا، هذه مهمة. شنو لي زاستوس الأخرين؟ نتفقدوا التجهيزات نتاعنا، فريجيدير تضيع راهي كي تلقى أنت ساهل ياسك تحط تسكر الفريجيدير وتحط ورقة كانت عديت، عارف راه الفريجيدير نتاعك تضيع تستهلك أكثر. يسهل أكثر طاقة بشي مجهود أكثر بشي برد. مجهود يقعد ديما يخدم يتهلك الفريجيدير وأنت فلوسك تهلك. كيف كيف تو المكيفات الكل الصيانة لازمة. تبدل الفيلتر تشوف خيوط الضوء وتشوف وخاصة تشوف لوديت اكستير انتيريور تشوف ثماشي ضياع تاع الضوء في الحيوت. داكوغ. هذه مهم مهمة جدا خاطر نحن الجانب هذا ما نقرولوش حسابه. تلقى ديما ثم ضياع نتاع انرجي نتاع طاقة في وسط الدار أنت ما تفيقش بها لكن هي قاعدة تمشي نعرفوها بسهلة برشا تسكر كل شيء فهمتني وتشوف الكونتور قاعد يدور ولا لا.
داكور كان قاعد يدور فما غذايا فما كهرباء ضايع في الهواء بالضبط تشوفها انت وقتها تشوف فني مختص انت بالك تمس الضوء فني مختص يجي يشوف لي زاستوس هذ وين الضياع بالضبط خاطر راك تحسبها انت على مدار العام باش تلقى راهو مبلغ محترم هذيك الضياع الكل قاعد يتفكر على المواطن على الحريف قاعد يتفكر على الحريف خلص ومن بعد في الفاتوره خلص ومن بعد ما عنده نهار فما حاجه اخرى اللي كل صيف تقريبا الكل محسوب يجينا اس ام اس من ستيك يقول لك تعدل ماذا بيك ديما الكليماتيزور على 26 اولا حفاظ على صحتك ولكن زيادة لترشيد استهلاك الكهرباء معناتها هل صحيح انه 26 دوغري يربحنا في الفاتوره اكيد خاطر انت كانك نحطه 18 17 19 هذا كله زيت خاطر لازم الفرق بين البرة والداخل ما تفوتش 5 درجات يكونش شوك كبير ياسر يعني يكونش يبدا سخانه فهمت حتى ما تنجمش تعدي انت على 19 والبرة 40 ما تنجمش فهمتني دونك يلزم يكون ثم المعادله هذه ونكونوا زاد عقلانيين راهي ما تنجمش انت ماكش في وسط دارك باش تحط كانك في وسط فريجيدير قاعد حتى البدنك حتى الواحد ماهوش معقول يلزم عقلانيه في التصرف باش ينجم واحد اول حاجه يربح في الفاتوره وصحيه راهو صحيا مهم ومهم جدا زاد كيف ومن بعده نبعدوا كل البعد على تخلي شارجير ولا تخلي حاجه في البريز راهو ديما يختم حتى كان مش يشارجي حتى مش يشارجي يختم والتلفزه هذاك التيمو هذاك اللي يشعل الاحمر وكل شيء نبعدوا عليه نقصوا عليه الضوء معناتها كي تجي تحسب انت واحد بعد لا يرقد عندك تيمو نتاع الواي فاي بالضبط وتيمو نتاع التلفزه هذاك ما عندوش زوج تليفز وتيمو نتاع الريسبتور والشارجوريت اللي في البريزيت هذوما يستاهلكوا وانت رقت وانت رقت وفكتروا عليك زاد فكتروا عليك ديجا انت قاعد تستاهلك وانت رقت دونك هذوما الكل نبعدوا على هذوما الكل نحاولوا كيفاش هذوما سافوار فير معناتها حاجات اللي نتربيو بسيطه اما نتربيو عليها من الصغرى فهمتني باش ينحي الحاجات هذيك ولا خلى حديد باش يحدد وخلاه في البريز ومشى زاد كيف كيف الكل ياكل في الطاقة ياكل في الطاقة نحاول ديما أي ماكينة استعملتها تنحي البريز من الضوء مادام برونشي معناتها فما برونشي أول حاجة ساعة السلامة عمرك ما تخلي ماكينة في وسط برونشي للضوء وللسلامة ولجيبك زاد تستحفظ على المصروف نتاعك ما تخليش الهدر فاتورة تتولي كونفلي بالفارق فوالا دونك هذوما أهم النصائح ولكن مهم أنت اللي قلته معناتها ترشيد الاستهلاك هو استراتيجي كاملة كي نراه اليوم نقولها جون بروفيت مادامني في التلفزه نعدي الميساج انه في النهار والقايل فما حتى فينا ما تعديش مراش بوتوي الضوء شاعله صحيح ولا لا؟ صحيح تكلم البلديه تقول لك تبع تجهيز تكلم تجهيز تقول لك تبع البلديه وهكذا دواليك معناتها وستيك تقول لك مش تبعني انا دونك فما راهو في تصرفات راهو من النوع هذا على معناتها بعض مستوى بعض المناطق في تونس وكذلك فما معناتها شويه تبذير ساعات في اداراتنا اللي يخرج يخلي كليماتيزور ادارات عموميه نحكي وراو مش ضد الموظفين لازمهم يخدموا في ظروف طيبه زاده ولكن ما فيها بس عقليتك اللي مشان نخلص في الفاتوره تتنحى ويظهر لي منظومه كامله والطاقه الشمسيه وغيره كل واحد من شيء الطاقه الشمسيه زاد مهمه جدا ماهوش حل زاد كبير لكن لازم نراجعوا القوانين على خاطر مش معقول عائله تحب تدخل الطاقه الشمسيه لازم ياخذ قرض ب 20 مليون اي برشا وشي معقول برشا فهمتني من يلزم هذه ما تشجعش على الطاقه الشمسيه زاد كيف بربي لفته البلديات نلقاو بوتو نتاع ضوء تلقى الخيوط نتاعهم فرت خارجه وتوا زاد صغيرات راهو مشى وقت السلاعه ويلعبوا كل شيء عديد الكوارث اللي تصير فهمتني هذه راهو نفرتوا لها شيء ما فيها صيانه فهمتني معناتها من واجبها البلديه تفقدها يعني. حفاظا على صغيرات خاطر صغير ما يعرفش الخطر صحيح يلزمنا نحن نكونوا سباقين باش بعد اختار هذه على الصغيرات صحيح والاهم من هذا الكل يلزم راهو توعيه كامله تبدا من التربيه من المدرسه من المدرسه من البيت من الدار من البيت من طريقه بوسائل الاعلام مشكورين اللي قاعدين توصلوا في المعلومه هذا كل مع بعضه باش نجموا مع بعضنا نحصلوا على النتيجه خاصه انه العالم الكل تو ماشي للطاقات البديله لترشيد استهلاك الطاقه كل ما هو ايكولوجيك وكل ما هو اخضر كما الشميزه تاعنا تبارك الله مناسبه الموضوع نتاع اليوم نحب نشكرك برشا سي لطفي شكرا لك يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما تكونوا موجودين وراء المستهلك التونسي لي جوستومون كشف هالنقاط اللي واحد بسيطة ساعات ما عندهاش قيمة ولكن تكون فارقة بعد في الميزانية نتاعو رئيس منظمة تونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي الرياحي شكرا لحضورك معنا كل الشكر وعندنا الرقم الأزرق نتاع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك 81 10 44 44 على ذمة المستهلك في أي استفسار أي حاجة زي كيف الرقم هذا موجود على الذمة ورقم أزرق لكن موجود على ذمة
المستهلك الكل. أيه. ومرحبا في أي إشكال استفسار في أي حاجة في علاقة بالاستهلاك، وإن شاء الله في حلقة أخرى نحكي لكم زيد على ترشيد استهلاك المياه والماء زيد في الصيف. برشا ناس الدوش يكثر، اللي عنده بيسين، اللي عنده جابية، تسييق لي فيروندان، الناس تبدأ تستهلك ساعات أونكسي في الماء، وللأسف بلايس أخرى تكون بلاش مياه. إن شاء الله يكون موضوعنا المرة القادمة هنا فلاش المرة القادمة. راهو السدود نتاعنا 50%، ما فماش خوف في السناء. أيه. فبتني الماء موجود فبتني، لكن في الحلقة الجاية تو نحكي على كل شيء ما يهم الماء. ما يهم المياه، ونقولوا احنا ربك يعطي خيره، نخليوك المخزون هذاك باش ما نجيش ايامات نلقاو بعض المناطق في الجمهورية اللي يتقص عليها الماء، والسبب هو نسبة امتلاء السدود والاستهلاك المفرط ساعات للمياه. نشكرك برشا سي لطفي مرة أخرى، وإحنا باش نمشيو ونواصلوا افيك لي كونساي في وقاية زانيمو، باش نحكيو اليوم على نصيحة جديدة مع ليكيب تاع زانيمو. بعد تلقاوني بحدا الشيف بلال كالعادة في الكوجينة. عسلامة ومرحبا بكم في وقاية زانيمو. الميساج نجاوب عليه اليوم هو قطوسي ديما يحب الماء من السبالة. قبل كل شيء نحب نهنيك اللي هذه حاجة عادية راهو. كما في الطبيعة القطوس جينيرالمون ما يشربش من بركة متاع ماء ولا من طرفة ماء راقد يلقاه كيلكو بار، مي بلوتو يختار بلاصة اللي فيها ماء عذب، معناها سوا نهر سوا ماء اللي قاعد يمشي يكون صوته مزيان، الماء نظيف ما فيهوش حتى ريحة. نصيحتي الأولى اللي تكون ليك هو إذا حطت الجمال متاع الماء بحذا الجمال متاع الماكلة اتبعدها، على خاطر أفوقس أنهم يقعدوا بحذا بعضهم، الماء متاعنا باش يخم اللون ومن رائحة متاع الكروكيت، وحاجة عادية من بعد باش قطوسنا ينفرها. بيسكو سي القطوس مهلوس ويحب الماء متاعو ياسر نظيف وما غير حتى شيء، وقتها حاجة عادية اللي هو باش يخير السبالة اللي يكون الماء ديريكتومون كونتاكت معاه، لا يتعدى لا بجمال لا بروايح لا بحتى شيء. إذا جربت بعت الجمال وقطوسك مازالش هذا صحيح ما يحبش يشرب منها، وقتها ننصحك بالديستريبيوتور نتاع الماء. صحيح هو موش فونتين، أما كل ما قطوسك باش يشرب منه الماء باش يهبط، إي باغسويت باش يعمل حس، والقطوس باش يحس إن الماء هذاك ماهوش راقد، ووقتها يشهيه باش يشرب. إذا مع هذا الكل ما قدرتش حل، وقتها نصدعك تمشي لزانيمو وتشوف لي فونتين نتاع الماء الموجودين سيغ بلاس للاقتصاد نتاعنا. ان شاء الله نكون جاوبت على السؤال نتاعك، وانتم زاده كان عندكم اي موضوع تحبوا نحكيو فيه ولا اي سؤال تحبوا تسالوه لنا، تنجموا تتصلوا بينا على الواتساب كوسوا بار تيكست ولا بار ميساج فوكال على 20 43 43 43. يلا ان شاء الله نهاركم زين ومع بحيوانات. اليوم تلقاو نصيحة جديدة معنا في وقاية زانيمو. رجعت بحدا شيف بلال في الكوجينة بعد ما لانسينا لو بلا برانسيبال والمقرونة نتاعنا التالياتيلي، باش نتعداو توا للديسير شيف. الديسير هاكا ولاك هنا حضرت جوست لي فون دو تارت باش يرتاحوا شوية. بات سابلي عملت؟ بات سابلي اللي هو معناتها ناخذوا 500 غرام فارينة عليهم شترهم 250 غرام جولدينة. اي عليهم زوز عظم. تري بيان نخدموهم مع بعضهم تلم بالكدا نخليوها ترتاح ومن بعد نحلوا جست نعملوا هذاك اللي احنا باش نعملوا التارت نتاعنا او زاموند وبالكونفيتور. بالكونفيتور دونك خلينا 100 غرام هذاك لوز مرحي. لوز مرحي هذوما خليهم لك انت هي والعظمه كالعاده. اها نحطهم لك لهنا، وشنو باش تختار لنا الكونفيتور؟ ماجون سي كامل اليوم اخترنا كرموس. داكور. مع سكر فاني. بي ان تري بون شوا شيف، خاطر احنا جوستومون حلقتنا الخميس باش نحكيو على فوائد الكرموس مع دكتوره طبيبه التغذيه، وفيه برشا فوائد بدي بشوي بشوي راه فيه شوي في المارشي نتاعنا. وي بي طيب باش ناخذوا اللوز نتاعنا. تري بيان دونك نبداو باللوز. اللوز باش نحطوا معاه كاع بعضهم. اي باش ناخذوا معاه 80 غرام فرينه. انت من معناتها تحط الشيح مع بعضه ولا نفقسوا كعبه العظم؟ اي لا نفقسوا كعبه العظم. ناخذ 80 غرام ابري فرينه. ايوا تقريبا قداش 80 غرام؟ نتاع ثلاثه مغارف مغرفتين مغرفتين ثلاثه فرينه تقريبا. باهي. و 100 غرام سكر. و 100 غرام سكر دونك عندنا هذايا السكر، اما يذولي هذايا برشا، انا ديما نقص راني في السكر. اي مع المعجون دونك نحط مثلا زوز مغارف ولا ثلاثه؟ نعملوا ثلاثه مغارف. ثلاثه مغارف سي بون فوالا. باهي دونك ثلاثه مغارف سكر ونخلطوهم الكل، وهذوكم باش نحطوهم في التخت نتاعنا، اما المعجون باش تحطهم اللوطه؟ باش نحطوا المعجون توا في وسط. باهي هاتو نزيد نخلط لك انا هذايا. دونك هذه كيما قلت لنا اول ليميسيون كيما نشوفوها تتباع في لي باتيسري، ونزيدوها السكر فاني. وي نزيد الساشي سكر فاني فانواز. فما شكون يحط فيها هكا كيتات
اكل كيما الان ليكيد جسمه الاماند الروح نتاع الروح نتاع اللوز فوالا هكا ولا لا نجمو نحطوها معاه نجمو اي هو لهنا باش نطلعوا كل باش يطلع القوم تاع اللوز تري بيان نزيد الساشي نتاع السكر فاني باه ونحطوا تو في الفون تاعنا الكرموس هو الاولاني وبعد نحطوا فوقه هذا بعد نفوقوا لاباري هذيك دونك انت بعد باش دخل شويه للكوشه للفور باش جوست ابين شويه برك قداش تقعد تقريبا ما تبقاش برشا حكيت سبع دقائق بحكم لهنا كما ترى الفوندوتار معناتها مش طايبه على الاخر داكوغ باهي دونك هكا هكاك لميتهالك هكا تتلمى وي باش نزيد نحلوها شويه نحطوا عظمه اخرى نزيدوها عظمه اخرى من الاولى هذيك نبداو بها باهي مادام انت قديت الكونفيتور العظمه تزيدها للخليط هذا اي لازمها تجي شويه شويه جاريه باش نجمو نحطوها باهي تري بيان دونك هذايا بعد دخلوها قداش قلت لنا شايف الفور مش برشا تقعد ماهيش تبقى باش تبقى ميم با معناتها سبع دقائق هكاك خاطر لي فون دو تارت حاضرين وبراتيكمون جوست العظام يتلم بارابور للخليط الكل تري بيان شيف دونك هذايا الاماندين سميتها انت بالكونفيتور تارت اوز اماند كونفيتور تارت اوز وبالكونفيتور مع نجمو حتى معناتها الفون دو تارت نجمو نعملو فيه نحطو القطره نتاع روح اللوز ولا نزيدوها اللوز معناتها داكور كاريمون دونك احنا اليوم معاك شيف استعملنا المعجون سيكام اخترنا المعجون نتاع الفيق اللي هو ضع عليه بالعربي اللي هو الكرموس اللي هو الكرموس وحبيت بالمناسبه هذيا نعدي ميساج للناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا عن طريق سيكام سيكام اللي تحب تقول لكم ميرسي شكرا لكل المستهلكين نتاع لي برودوي نتاع سيكام على خاطر انتم اللي منحتوها الثقه نتاعكم ومنحتوها للمره الرابعه على التوالي دونك لا كاتريام فوا كونسيكوتيفمون تتحصل سيكام على علامه احسن منتوج للعام اخذت ايور معناتها ايلو ميور برودوي دو لاني 2022 من المستهلكين الكين هما اللي اختاروا وهما اللي صوتوا وهما اللي اختاروا منتوجات سيكام في التومات دوبل كونسنتري وزاده كيف كيف في الهريسه وزاده في الكونفيتور نتاع سيكام دونك هذا بسبب الثقه نتاعكم سيكام تشكركم تقول لكم ان شاء الله نكونوا ديما عند حسن الظن وهذا يخلي ديما من حسن لاحسن في كل منتوجات اللي تكون من عند سيكام به الشيف كمل تحت اوزاموند اي بالكونفيتور نتاعنا باش يدخلهم للكوشه كما قال لكم تقريبا 6 مينوت ماكسيموم واحنا انتو تام باش نمشيو لروبريك فاميلي باش نحكيو على موضوع يهم برشا عائلة تونسيه وبرشا دي كوبل توينسا كيفاش نحضروا الصغير وقت اللي لي بارون يختاروا الطلاق ولا لا سيباراسيون كيفاش نحكيو معاه شنو الكلام لازم يتقال ويسمعوا الصغير باش نحضروه للوضعيه الجديده وكذلك بعد الطلاق كيفاش تكون لا بريز ان شارج ذي كل نحكيو عليه في فاميلي رجعنا معكم مرة أخرى مواصلين في برنامج نهاركم فل وفي روبريك فاميلي كما قلت لكم قبيلة شوية اخترنا اليوم نحكي على الصغيرات في علاقة انتهت بين الأم والبو بين الزوج والزوجة وقت اللي يختاروا الانفصال يختاروا الطلاق الهوني أهم حاجة ذولي نخموا فيها هما الصغيرات خاطر الكبار سي اون ديسيزيون دادولت كما نقولوا ولكن الصغار ديما يقول لك هما ضحية الطلاق اليوم جوستومون وقت اللي ما فعاش فما حل ما عاش فما أفق وكنا حكينا برشا على لي شيفر نتاع الطلاق في تونس وعلى الموضوع هذايا كيفاش نعملوا معناتها للصغير هذاك لا بريزون شارج نتاعو وناخذوا بعين الاعتبار تحضير الصغير قبل الطلاق كيفاش نفسروا له كيفاش نفهموا شنو نحكيوا معاه هذا كل باش جاوبنا عليه اشرف الجراندي استاذ وباحث في دكتوراه علم النفس ومدرب تنميه بشريه ضيفنا اليوم في فاميلي اشرف مرحبا بيك عسلامة ليندا يعيشك تحيه ليك ومرحبا بيك دونك هوني وقت اللي من سدت الأفق كما قل وقوله وتلاق لازم باش يصير والسيباراسيون تكون هي الحل الأنسب يمكن للعائلة وللكوبل هوني الصغيرات ساعات فما بعض الأولياء ما يحكيوش بالكل مع صغارهم معناتها يلقى روحه نقل لدار جديدة كان عايش مع أم وبوه ولا مع واحد فيهم ما يراهمش طول الوقت تغيرات كبيرة تصير في حياته ساعات حتى ينقلوا من المكتب بعده على أصحابه بوكو دو شانجمون وهو مش فاهم بالضبط وحد ما قال له وحد ما حكى معاه وحد ما فسر له قديش مهم تحضير صغيراتنا قبل الانفصال
صحيح. اولا هنا الديسيزيون تاع الطلاق هي تاخذ من عند لي بارون وينساو ساعات الصغار. دونك اول كونسيني باش نقولها اللي نبعد شويه على الانانيه نتاعنا، خاصه كان فما مشاكل كبيره، قد ما تكون المشاكل كبيره مادام فما صغير فما تروا موكلي لازم نحترمهم. دونك من هنا نبدا نعطيو نصايح. اول حاجه انه ماذا بينا نشاركوا الصغير في القرار نتاعنا. ثاني حاجه انه القرار نتاع الطلاق راهو هو في حد ذاته استثمار، وتنفسر علاش. والحاجه الثالثه واللي هي أهم حاجة الاحترام. علاش؟ على خاطر إذا كان الصغير هذاك باش يبدا موجود في الوصل، دونك راهو فما استثمار كبير متاع مجهود، فلوس، وكيف كيف فما شروط لازم تتوفر لك الطفل هذاك. دونك أول حاجة لازم لي بارون يدخلوا الصغير في القرار نتاعهم، وإذا كان الصغير ماهوش حاضر للفكرة نتاع الطلاق يوخروا القرار نتاع الطلاق. انك تبدل كل شيء على خاطر جوست انت تقلقت من الزوج نتاعك وتحب تطلق ولا تحب تبعد على الانفيرونمون هذاك، راهو لي ريبيركسيون نتاعو باش يكونوا اكبر وقت اللي صغيرك باش يكتشف اللي فما خلل كبير ياسر صار في العائله وفما طرف مهم برشا بالنسبه ليه فقده. ولهنا نحب نقول اللي راهو كل صغير والنمو نتاعو بالطبيعه سون ديفلوبمون بسيكولوجيك مش كلهم كيف كيف. دونك ممكن نقسمهم على حسب الاعمار الدراسيه على خاطر تختلف كيفاش الصغير باش يتقبل فكره الطلاق. فوالا قبل ما تقول لنا كيفاش نحكيو مع الصغير حسب العمر جوستومون، فقط تعليق على انه يمكن باش ما نعملوش كولبابيليتي للاولياء، راهو مش الناس الكل ايزون لو شوا باش يوخروا الطلاق، خاطر ساعات فما انفيرونمون خايب حتى للصغار، مش الناس الكل عندهم امكانيه باش يقعدوا فرد بلاصه يسكنوا ولا فرد مدرسه، معناتها ما نجموش نلوموا على الاولياء وقت يصير هكا شانجمون هذيك، ولكن القوه فين؟ في تحضير الصغير للشانجمون، على خاطر اللي عنده الحل باش يقعد اقرب ما يمكن للانفيرونمون فاميليال تون ميو، اما اللي ما ينجمش ما نجموش يمكن نركبوا له هكا كولبابيليتي في الموضوع. ولكن الصغير شنو اللي نقولوا له الكلام مهما كان القرار تاع الاولياء فيه شانجمون والا لا؟ على حسب العمر، انت عندك هذول لي ترونج داج الفوكابولير لازم نستعملوه هكا ولا لا؟ اي صحيح. هو لهنا يعطيك الصحه ليندا، اللي ساعات فما ناس وصلوا للقرار انه الطلاق افضل حل للصحه الذهنيه والنفسيه نتاع صغارهم ولا حتى نتاعهم هما. دونك جوست كونسيني نقولها بصفه عامه، ماذا بينا ما نكونوش كيما الشمعه اللي ضوي على كل شيء في الاخر تتحرق هي وتاكل روحها. دونك حتى كيف كيف مع صغارك ما تعملش برشا حاجات وتفوت لحد ومن بعد يطالبوك معناتها بهم ما تنجمش تعطيهم. دونك لهنا باش نقسموهم على تروا كاتيجوري. من بين 3 ل 5 سنين هو راهو في الحقيقه نتاع الامر اللي الطلاق باش يجيب لنا شويه قلق نفسي وباش يجيب برشا معناتها مشاكل اخرى، لكن مهما يكون اذا كان وصلت العائله ما عادش تنجم تتفاهم يولي الضرر النفسي نتاع الطلاق اقل برشا من انه صغير يقعد في انفيرونمون توكسيك ياسر عليه. من بين 3 ل 5 سنين الصغير ينجم تلقاه في حاله حزن، في حاله اكتئاب، عنده برشا قلق وينجم يسبب لنا هذايا مشاكل في افراط في الحركه، تشتت في التركيز وكل شيء. دونك هذوما فتره ويتعدى منها، خاصه العام الاولاني بتاع الطلاق صعيب. دونك تنقولوا كيفاش شنو الحلول اللي لازم نعملوهم باش ما نوصلوش المرحله هذه. بالنسبه للترونش الثانيه اللي هي ما بين 6 ل 8 سنين تلقاه صغير في الرفض، ما يتقبلش فكره الطلاق على خاطر ياسر عنده النموذج نتاع الام ولا البو هي القدوه نتاعو. دونك على هذيك انا نقول اللي نحاولوا ان نجيو على رواحنا شويه على خاطر صغارنا اذا كان في العمر هذاك. ولهنا يكتموا المشاعر نتاعهم الصغار. ما يعبروش. دونك باش نعطيهم زاد كيف كيف حلول. والكاتيجوري الاخرى اللي من 9 ل 12 سنه يوليوا يلوموا على الطرف الثاني ويحايدوا، معناتها يمشيوا لاكثر كالبارون. شوف زعما انت سبب صحيح. في سيباراسيون. فوالا. دونك لهنا بصفه عامه باش نعطي في المطلق بعض النصائح. اول حاجه ان بعد كي باش نبدل اذا كان اضطريت نبدل داري ولا حاجه ما تكونش كيما الشوك، على خاطر الصغير كيما قلت باش يخاف شوك باش يخاف حزن باش يخاف صدمه باش يلقى روحه فيك الشعور نتاع تم التخلي عليا. دونك هيك هم الكل باش ما تعيشهمش لصغيرك ومن بعد تراسي لك تحاول تداوي فيك الجرح هذاك. دونك حذروا نفسيا انه باش يصير شونجمون كبير ياسر، ما ندخلوش صغيرنا فيك المشاكل نتاع الطلاق ولا اصلا نحسوهم اللي نحن باش نطلقوا على خاطرهم. هذا كله ايفيتي. توا الديسكور اللي يتقال معناتها وقت اللي لي بارون خذاو قرار انهم باش يطلقوا وهذيك لا ديسيزيون وكيلكو سوا لي شونجمون اللي باش يصيروا، كي تبدا صغيرك قدامك هل انه فما حوار يتقال؟ هل انه فما حوار مباشر؟ هل انه تصير علاش ليه حتى قاعده مع لي بارون زوز يفسروا سبب الطلاق؟ هل انه يحكيوا مع كل واحد على حدا؟ وشنو الكلام اللي يتقال للصغير؟ صحيح. باهي فما الروايات اللي يقولوا الصغار ما دخلوهمش في المشاكل هذوما، في الحاله هذيا سولون لي كاتيجوري كيما سميت لهم وانت وطبيعه صغيرك ماذا بينا لي بارون يلموا صغارهم ووحدهم ويبداوا يفسروا اللي مش
انتوما السبب، خاطر صغير باش يحس بالذنب، باش يحس اللي هو المشكل. دونك مش هما المشكل نتاع الطلاق، وراهو نحنا ما عادش نخلطوا نتفاهموا ويقولوا الحقيقه، ما يكذبوش عليه، على خاطر الصغير ذكي باش يقعد يسال. دونك اهم حاجه اللي نجيبوا صغارنا ونحكيوا معاهم على الاسباب اللي راهو فيها. دونك عندنا هذه وهذه وهذه، رانا مضطرين ان نبتعدوا شويه. هذا لا يعني اللي نحنا ما عادش باش نكونوا متواجدين مع بعضنا وتنقول شنو اللي باش يقولوا لهنا لي بارون، اما راهو باش نوفروا نفس الحب ونفس الاهتمام ونفس الحاجات اللي تحبهم من عند ماما وبابا، اما جوست رانا باش نبعدوا على بعضنا وشفنا اللي القرار هذايا مناسب لنا نحنا، ورانا باش نحاولوا اللي ما نحسوكش بالضرر نتاعو. ونحكي مع صغيري بالحاجه هذه ونحاول نهزه في مستوى وعي اخر باش من بعد يكون كل شيء ليه واضح. بالنسبه للي بارون قبل ما يقعدوا مع الصغار يتفاهموا على جدول، اذا كان الولي معناتها البوب باش يبعد والا الام هي اللي باش تبعد، خاطر زاد لازم نحطوا معناتها لي دو كا قدامنا. اذا كان باش نقلوا نتفاهموا، خاصه كيما قلت العملوا لين هو صعيب، يقولوا الام والبو الايامات اللي يخلط باش يتقابل فيهم مع صغيره، الاماكن اللي باش يتقابلوا فيها، قداش من مره باش يتصل في صغيره في النهار، باش ما يقعدش الصغير ولا خايف لما عشرة ام ولا بو. صحيح. وهيك الكل من بعد الجدول اللي نحن عملناه وتكون موافقه فيه الام وموافق فيه البو، باش ما يصيرش رفض من بعد، خاطر من بعد الصغير ينجم يكلم بو بالسرقه، خاطر شنو ولا امه بالسرقه. دونك باش ما يحسش الصغير بالحاجه هذيك، خاطر شنو يولي يخاف منك. دونك لازم نكون كل شيء بيان انونسي. ما نقحموش الصغار في مشاكل كبار معناتها. صحيح. نقولوا له كل شيء، صغير ولا في علمه يعرف كل شيء وحاس روحه اون سيكوريتي لهنا، فما لي بيزوان بسيكولوجيك نتاعهم موجودين، لا بريزونس حاسه كيما سمعها كيما شافها. فوالا. فوالا. يعني هوني الحوار يكون صريح وواضح وأمي لي مو على الكلمه ونفسروا له شنو معناتها السيباراسيون والطلاق والاختيار اللي قاموا به لي بارون. باش نمشيو نسمعوا تيمونياج شهاده نتاع ام تونسيه اللي عاشت التجربه هذيا، نسمعوا شنو هو تقول في تيمونياج وبعد نرجعوا نعلقوا عليها. ما نكذبش عليك ما حضرتهمش، خاطر صعيب ياسر باش تنجم تحضر صغير. علاش؟ خاطر الطلاق جينيرالمون كاتاستروفيك. عمره ما كان الطلاق في تونس، نحكي ما قولش عمره، لكن جينيرالمون الطلاق يصير ديما دانكو، ما نقراوش حساب الصغار. دونك توا شو علينا كي ناخذوا لا ديسيزيون نتاع الطلاق، عمرنا ما نخموا في الصغار. وقتاش نخموا فيهم؟ من بعد كي نشوفوا التدهور نتاع الحاله النفسيه والصحيه نتاعهم، وقتها نوليو نفيقوا اللي احنا لازمهم بريزون شارج. لكن قبل لا، الحاله نتاعي انا ما كانتش تفسير، كانت وكانها امر مصدم، يعني فرض فرض عليهم الطلاق، لكن اثر هذا سلبا وخرجوا على معناتها خرجوا على طريقة العيش اللي كنا نعيشوا فيها، تغيروا تبدلوا، تبدلت برشا معطيات حتى في معاملتي معهم ومعاملتهم معايا، في طريقة كلامهم، في برشا حاجات لي بريزون شارج. بعد وعلاش يصيروا؟ خاطر الصغار في هالتبديلة هذية وهالأمر المصدم هذية وهالقرار اللي جاي من غير تشريكهم يؤثروا سلبا على طريقة العيش نتاعهم، يخليهم في حالة ضياع. لذلك لي بريزون شارج هوني التدخل، مش متاع القانون، تدخل القانون في لا ديسوليسيون، في انحلال الرابطه الزوجيه، لكن هوني تدخل لي بسيكولوج لي بيدوبسيكياتر ولي لي ثيرابي معناتها بسيكياتريك لازمين، هوني تدخل معناتها نتاعهم، لكن فما شكون ما عندهمش لي مويان شو يعملوا. دونك كنا نسمع في لي دو تيمونياج لي دو مامون في زوز حالات قالوا ما حضرناهمش، كان امر مفروض عليهم وكانت ترانزيسيون ان بو بروتال ان بو بروسك على الصغيرات، لقاو رواحهم امام امر واقع، والنتيجه كانت انه هذا اثر على سلوكهم وعلى نفسيتهم، ومن بعد فما بريزون شارج اخرى من مختصين من دي بيدوبسيكياتر وغيره باش نقعدوا نصلحوا فك الوجيعه هذيك اللي سببنا هذيك. علاش احنا اليوم حابين نحكيوا على ما قبل الطلاق، كيفاش نحضروا الصغيرات. انت بديت تحكي قبيله قلت نقعدوا نفسروا لهم نحكيوا لهم، الصغير يفهم كي تحكي معاه، وسورتو نطمنوه انه راهو كيما قبل كيما اليوم، مش انت سبب، راهو باش نكملوا نشوفوك. الهوني هذا الكل الفتره قداش تقريبا محبذ انه نحضروا الصغير، خاطر الصغير زاد ما تنجمش تقول له تو لي انونس الطلاق وتصبح من غدوه هز دبش وخارج من الدار. يعني ليديال فتره التاقلم قداش؟ قبل بشهرين، ستة اشهر، ثلاثة اشهر، كيفاش؟ هو من النهار اللي انت قررت معناتها مع روحك اللي فما سيباراسيون باش تصير. دونك نحاول اني زاد كيف ما قررت مع روحي اللي انا باش ناخذ لا ديسيزيون هذيا، زاد كيف نبدا نبرمج عقلي كيفاش باش نبدا نحكي مع صغيري.
ما عرفش خاطر كل واحد ومن وقتاش بدات المشاكل تزيد ما بيناتهم في وسط العائله. اما مش نهار اللي سي حتى لي ديسيزيون باش يطلق ومشى للمحكمه وقتها يعلم صغير لا ما عملنا شيء وقتها. دونك من الاول فتره انت سي قررت انه سي باش تصير اون سيباراسيون ملي بدا يتبدل الليكسيك نتاعك في الدار والمشاعر نتاعك تجاه الزوج نتاعك وكل شيء. دونك وقتها تبدا زاد كيف كيف تهتم بصغيرك خاطر لهنا زاد كيف كيف برمي النصائح باش ما نسيروش ونمشيو للحاله هذيا اللي لازم نشبع طفلي بالحب ونشبع طفلي بالاحترام ونبعدوا على المشاكل نتاعنا باش تقعد ديما التصويره باهية على البو وعلى الام لانه مهما يكون هو الطفل حامل جينات نتاع الشخص الثاني. هذه النقطه الاولى. ثاني نقطه حتى ولو في وسط بريد تليق والا بعد تليق ولا قبل تليق نكرر ديما خاطر باش يبعد هو عليه الشخص الثاني الطرف الثاني دونك نكرر التصويره معناتها الحديث بايجابيه على التصويره نتاع البو والا الام. ما نشوهوش الطرف الاخر. صحيح. ونقطه اخرى زاده كيف كيف اني نعلم الطفل انه يعبر عن المشاعر نتاعو ممكن حتى قبل ما ندخلوا الفتره نتاع التليق خاطر راهو كيما قلت لكم سولون لي كاتيجوري هذوكم باش يوصل لمرحله انه ما عادش يعبر عن المشاعر نتاعو. والنقطه الاخيره ممكن نحب نقولها زاده اني نعاون طفلي على انه يحكي شنو اللي موجود داخله ونخليه يعبر ونخليه ياخذ فتره كامله. يعني انت مش كي نجي نقص عليه والا ما نخليهش يعبر ينجم يقعد يحكي لي ديما في لي كونسيكونس هذوكم حتى ممكن بعد 5 سنين. دونك ميساج انه يحكي لي ميو كو يكتم الداخل الاكستيريوريز معناتها يخرج القلق هذايا الكل. احنا الهوني معناتها هذايا باش نحاولوا نوعيوا باهميه انه تحضر صغيرك قبل الطلاق راهو مهم برشا ويخفف على عبء ما بعد الطلاق والقلق اللي نجم يصير عند الصغيرات. ولكن رمارك واحدة خاطر الكلام اللي قلناه بالنسبة للكوبل يمكن اللي ما بينهمش عداوة وهكا متحضرين متفاهمين يقعدوا مع صغيرهم يحكيوا مالوغوزمون كما قالت في التيمونياج فما برشا تلاق يوفى بقطيعة وما عادش يقعد ولا ويحكي وحتى كان على خاطر صغارهم حد ما يحب يطيح من خشمه باش يفسروا لصغيرهم. وساعات حتى شكون مع شراء الطرف الاخر بوندون سنوات يجي يهز صغيره من باب الدار من بعيد وما يروش بعضهم وذيك ميساج خايب للصغير فيها كره فيها عداوه فيها تشويه لصوره الاخر وهذا الكل يرجع سلبا مالوغوزمون على الصغار. هذه نعملوا حلقه جايه نحكيوا عليها ان شاء الله الحلقه القادمه. كيف كيف انا ديجا قلت لهم الاول اللي نبعثوا الانانيه مع اطفالنا. برافو ان تري فور ميساج هذاك اللي بديت به واحد ما يخممش كان في في لامور بروبر نتاعو يخمم في الصغيرات. اشرف نشكرك برشا يعطيك الصحه. اشرف الجراندي استاذ وباحث في دكتوراه علم النفس ومدرب تنميه بشريه. حكينا اليوم على تحضير الصغار ما قبل الطلاق والحوار لازم يصير داخل الاسره باش نحميهم ونحضروهم انهم يقبلوا هالترانزيسيون الصعيبه هذيا باكثر سلاسه. باش نرجع لكم جينا بحضر الشيف بلال كالعاده نتمنوا على بقيه المنيو نتاعنا. قبل ما نمشيو لبدل حياتك بعد شويه باش نحكيو على مشكل الساقين اللي تتنفخ خاصه في فصل الصيف عند برشا ناس وتسبب قلق وانكونفور كبير. شويه خلي هذا موضوعنا في بدل حياتك مع الشيف بلال. قبيله شفتونا حطينا تارت وزاموندي على كونفيتور في الكوشه نتاعنا قاعده طيب كيف كيف التاليه تالي نتاعنا بريسك كملناها قاعده لنا سلايت اللي هي لونتري خليناها في الاخر. شحطت لنا فيها قصيد ربحت شويه وقت قصيد بصل طماطم فخوص فلفل حلو زيتون وذاك برشا معدنوس اي هذا برغل عجيب اللي هو البرغل. خذيت اليوم البرغل الكامل داكور كومبلي كما هو. كيفاش طيبته؟ جست بوشي في شويه ماء وملح هكا هو فوالا. قداش يقعد تقريبي تي باش الكعبه هذو الكعبه باش ما نخليكش وقت معناتها طيب وذوق وذوق كيما انا تو مش ما يجيش معجن معناتها يطيب على الاخر ديما خليه هكا الدنتي شويه كيما الروز يبدا هكا اذا كان تعب على الاخر يولي معجن ومن بعد حتى في السلاطه ما عادش يجيب تجينا لاصقه السلاطه ما تو هكا ياخذ كل كعبه وحدها ومبردوه بيان سور خاطر السلاطه لازم تكون بارده. هنا في الصوص نتاعي عملت فينيغريت فيها زيت زيتون او قارص وخل وفيها ويل دو سوجا اي وصوص باربيكيو اللي عملنا جست ان بتي رابيل على البلا برانسيبال. تري بيان شيف اي لا توش فينال باش تكون مع الفرماج. شنو اخترت لنا؟ اليوم اخترت جبنه ذي بالحبق. تري بيان باهي بالبازيليك باهي مادام انت خلطت السلايطه والواحده باش نحل لك انا تعطيني جست كينا من غادي خاطر ديما لومبالاج هرميتيك بليك بالكدي بالكدي مع لي برودوي نتاع مريح مش هكاكا 100% نستحفظوا على هاكا ديجا فيه 100% حليب والكونسيرفاسيون 100% فريشور وي فريشور مي دونك تقصوا اون كوب ولا اون باش نقصوا اون كوب وناخذوا تروف نخليهم كبار. خليك شيف ما قص انت اسرع مني تبارك الله. هذا الكل تخلط وتحط معاه الفينيغريت نتاعنا
دونك هذه سلطه صيفي معناتها خفيفه خفيفه البرودوي نتاع والبرغو الكومبلي اون بلوس باهي وصحي نجمو نحطوه في السلايطه ينجم يكون بلا هذايا ابار كيما تقول انت تشوف شويه بولي ولا حاجه اي لو تور يجوي هذيك الفينيغريت نتاعنا وعندنا سلطه زينه جوست ما بقى لي كان خلطها هنا الفرماج مفوح بالبازيليك معناتها بالحبق الشايح باش يعطينا جو اخر مثلا السلطه هذه ما نسحقوش نحطوا لها نعناع ولا هو ديجا هو جبن مفوح عندنا الصوص فينيغريت مزيانه دونك شوف لي كولور اللي فيها هيلا شايف هيلا هيلا لي فريش و... وصحيه وبنينه وفيها تبارك الله برشا برشا خضره افيك لا توش نتاع الفرماج بالبازيليك نتاع مليح يذولي قاعده كان البريزونطاسيون بعد شويه نتلاقاو مع لا شايف بعد شويه ان شاء الله في ديغوستاسيون في اخر الحلقه بعد ما نمشيو لاخر فقره معنا اليوم في ليميسيون اللي هي بدل حياتك اليوم نحكيو على الساقين اللي تتنفخ شويه عند بعض الناس في فصل الصيف خاصه مع ارتفاع درجه الحراره مع السخانه مع الوقفه الأسباب والحلول للإشكال هذه في بدل حياتك واليوم ضيفتنا في روبريك بدل حياتك باش نحكيو جوستمون على الموضوع هذايا انت فيخ الساقين القدمين ولا حتى ساعات الرجل كامله في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحراره تحت بحثنا الدكتوره مريم ترابلسي طبيبه مختصه في الاوعيه الدمويه دكتور مرحبا بيك يعيشك ميرسي بوكو يعيشك مرحبا نورتنا اليوم في روبريك بدل حياتك وبرجع لكم فل على خاطر تنجم تبدل حياه برشا ناس هل المشكل هذا اللي يسبب انكونفور كبير الحقيقه لبرشا عباد اللي ساعات يزيد حتى في وقت السخانه باش يسو دي بلاس والا يخرجوا ولهني قبل ما نلقاو الحلول معاك نحبوا نفهموا شنو اللي يصير بالضبط باش الساقين تنفخ هكاكا وعلاش عند ناس وناس لا Tout d'abord, merci pour l'invitation, Linda. Yatik Saha. C'est un sujet d'actualité. Le monde كل il consulte pour ça. Alors, فما حاجتين اللي تسبوا انتفاخ في الساقين وقت الدنيا تسخن. دونك عنا سواء القصور الوريدي اللي نعرفوه فولغيرمون دي بلي فاريس. داكور. والا عنا لا ريتونسيون دو. هذوما الزوز اللي يكثروا في الصيف. داكور. سا نو با دير ساعات فما عباد يل كونسولت يجيو يشوفونا عندهم انتفاخ في الساقين زاده لازمنا نردوا بينا خاطر الانتفاخ في الساقين ينجم يكون من حاجات اخرى كيف تبدا التونسيون تاعنا مش معدله. والا عنا دي بروبليم في الكليوي والا في الكبده لكن هذوما انتفاخ مش باش يظهر كان في الصيف دونك هذوما على الجسم الكل باش نخليوهم دو كوتي ونقعدوا نتلهيو بحاجتين اللي هما ديما يظهروا في الصيف الوغ علاش يظهروا اكثر في الصيف تو سامبلومون على خاطر في الصيف كي الدنيا تسخن لي فين نتاعنا الاورده نتاعنا يتحلوا يصير لهم ديلاتاسيون داكور دونك يتحلوا وشنو يصير الوغ في الكا اللي يبدا عندنا دي فاريس ساعة لي فاريس هما شنو عند العبيد الكل الدوره الدمويه نتاعنا الدم دونك يهبط من الشرايين ويطلع من الاورده دونك عندنا الوريد العميق اللي طلع 90% من الدم وعندنا الوريد السطحي اللي طلع 10% من الدم دونك المشكل باش يكون في الوريد السطحي اللي طلع 10% من الدم هذايا فيه صمامات الصمامات هذوما افيك برشا اسباب تنقولوهم الصمامات هذو ما عادش يوليو يخدموا بالكدا دونك الدم ما عادش يطلع بالكدا ما يتدفقش اكزاكتومون يصير ان غوفلو دونك الدم يولي ما عادش يطلع يهبط يصير التهاب في وسط الوريد هذايا ويتسبب في الفاريس دونك ديجا فما اون ديلاتاسيون والتهاب وتكمل تصير سخانه دونك يزيد يتحل داكا دونك شنو يصير تولي الدم اللي باش يطلع يركض اكثر الفوق لوطه سامحوني لوطه دونك دوكو تولي تحس ساقيك رزان لي جون بلوغ داكا لي جون بلوغ ابار لي جون بلوغ فما عباد ابار تحسهم رزان يراهم يتنفخوا فما عباد يقول لك ساقي سخان فما عباد تولي عندهم الحكه وليو ساقيهم يتحك الطقس يسخن هما يوليو يحكوا سي جينا فهمت وفما عباد يخلطوا اكثر من ذلك اللي هما البلاصه تحمر والا البلاصه كي يركض فيها الدم برشا اون كاد فاريس نحن الحاجه اللي نخافوا منها هي لا ترومبوز ولا الفليبيت اللي هو تخثر الدم على مستوى الوريد داكا وفي بعض الاحيان وفي مراحل اكثر تنجم حتى البلاصه هذيك تتحل كومبليتمون واللي نعيطوا له نحن القرح الوريدي دونك هذيا في الكام تاع لي فاريس في لوتر كا في الكام تاع الريتونسيون دو هما عباد الاكثريه تكون عندهم une grande consommation de sel يخلو برشا الملح هو نحن في الاورغانيزم تاعنا في بدننا لي دو تيير
نتاع الماء يكونوا في وسط الخليه والانتيير الباقي البرا. كي نقولوا البرا شنو معناتها؟ يعني في الاوعيه الدمويه. واضح. بالنسبه للعبيد اللي مثال ياخذوا برشا ملح شنو يصير؟ يصير اللي الماء هذاك اللي البرا يدخل في وسط الخليه واللي يصير انتفاخ. دونك هذه لا ريتونسيون دو. وعلاش تكثر في الصيف؟ على خاطر لا مومبران الغيشي اللي بين الخليه وبين الاوعيه الدمويه يولي بلو ديلاتي بلو بورو، يعدي اكثر. دونك دوكو تولي لا بين دو الاكثر ماء يدخل داخل ويصير الانتفاخ هذاك. دونك هذوما الاسباب بصفه عامه اللي هما قلت انت مثلا الملح الديلاتاسيون تاع معناتها بسبب السخانه وكل شيء. ولكن فما ناس يقول لك الوقفه مثلا ولا القعده برشا بوزيسيون هي بيدها تنجم هي تسبب لي المشكل هذايا. معناتها علاش لا ميم بوزيسيون نفس البرانسيب كنت تفسر فيه؟ معناتها ايفيكتيفمون هو اللي كنت نفسر فيه ليندا هو نحن نقولوا كيفاش يصير يعني لا فيزيوباثولوجي. اما من الاسباب اللي يخلي الحاجه هذيا اول حاجه العبيد اللي يقفوا يسر. علاش العبيد اللي يقفوا يسر؟ العبيد اللي يقفوا يسر فما البيزونتور بالسخانه واون ديلاتاسيون وكم البيزونتور الدم يزيد يركض دونك الجي دي بي لا بيزونتور دونك يزيد يركض اكثر. دكا العبيد اللي يقعدوا يسر العبيد اللي يقعدوا يسر زاد علاش يتنفخوا ساقيهم؟ على خاطر الدم كي يطلع صحيح يطلع بالصمامات نتاع الاورده لكن فما حاجه اخرى لو جو موسكولير لي موسكل يل سو كونتراكت دونك يخليو الدم يطلع. دونك انت كي تقعد ياسر فماش اون كونتراكسيون مش كيف تمشي. دونك القعده ياسر مش باهيه، الوقفه ياسر مش باهيه، الاسباب زاد اللي تعطينا الدوالي اللي هما لي فاريس عندنا زياده في الميزان. داكوغ داكوغ عندنا العباد زاده توا لي فام اونسانت يتقلقوا ياسر هما ديجا مش في السخانه يتقلقوا يصير انتفاخ في الساقين. كو دير في السخانه علاش؟ على خاطر الجنين يضغط على الاورده دونك لو روتور فينو الي رالونتي داكا دونك زيد يتنفخوا ساقينا اكثر. دونك هذوما اسونسيلمون. وعندنا زاده لي تروبل هرمونو عند النساء في المينوبوز يقول لك نحس بدني مفلس نحس روحي كل منفوخ. وهذوكم ساعات نجم يعملوا نفخ مش كان في الساقين، تقول لك الكل يحس روحي منفوخه في وجهي كل شيء. كيف كيف تزيد تكثر في السخانه على خاطر الغشاء اللي بين الوريد والخليه يولي بلو ديلاتي ويعدي اكثر. فوالا الحل للانكونفور هذا المشكل هذايا اللي يقلق برشا ناس الحقيقه. يظهر لي ادابتي لكل مشكل سا ديبون اسكو ملي بغيس اسكو الملح اسكو الريتونسيون دو. هذاك علاش يلفو كونسلتي لازمك نتعديو. علاش؟ على خاطر ينجم يكون نفيخ كيف ما قلت لك يمشي من ان بروبليم لطف عليه كاردياك نتاع القلب من الكليوي للدوالي لاون روتونسيون دو. اول حاجه اكزاكتومون اول حاجه تمشي تعدي. وكي نعدي اول حاجه نعملوها الكشف بالصدى ليكوغرافي. ليكوغرافي هي باش تخلينا الفا نوز اورينتي ابار لو بيلان. شنو معناتها الفا نوز اورينتي؟ خاطر مثال كي فما دوالي باش نراو باش نراو اللي فما دوالي ونراو فما غفله. ونجموا نفرقوا بين مشكله نتاع فاريس ولا مشكله نتاع ريتونسيون دو باش تخلينا نعاونوا في التريتمون. سي با لو ميم تريتمون داكور. بالنسبه للي فاريس كومون اون لي تريت دي؟ فما علاجات تو تطوروا الحاجات. نجموا نمشيو من العلاج اللي هو جوست نعطيو دوي داكور. الدوي هذا شنو ان فيت اسونسيلمون سي دي فينوتونيك. شنو معناتها فينوتونيك؟ يعني باش الغشاء نتاع الاوعيه نتاعنا سي في اون بليس دو كونتراكسيون داكور. نجمو نعطيو الجوارب الضاغطه لي بات كونتونسيون. الوغ برشا عباد ما يحملهمش يقول لك يسخنوني وسخانه كونفورتابل. مي حل من الحلول. حل من الحلول وخاصه توا من العباد اللي يخدموا في كليماتيزور. انا شنو نقول لهم؟ نقول لهم الصباح كي تقوموا تنجموا تلبسوهم ومن بعد تنحيوهم. تحكي باش تخرج العشيه ولا حاجه. فما راهو اون كوتون وفما فيبر دو بامبو اللي توا بتيت ابتي في تونس بداوا ما عادش فما كان هذوك. انا نقول لهم حتى ساعات تجيني ميلا تقول لي اسمع ما نحبهمش هذوك كيف تلبسهم ميتي. نقول لها سا شانجي توا فما دوتر تكستور فهمت. دونك نجم يكون دونك دوي عادي. نجم نتعداو مرحله اخرى اللي هما الحقن الزريرق لا سكليروثيرابي اللي هي. فما برشا عباد يقول لك دكتوره مش قالوا لي ما تعملش في الصيف. الو نقول لهم راهو وقت اللي عندنا اون فاريس فريمون مقلقتنا نعملوها. شكون اللي ما نعملوهمش في الصيف؟ هما نخافوا لي جون ولا العباد اللي يمشوا للبحر اللي يفول برونزي. هذوكم نخافوا خاطر يليس اون بيغمونتاسيون داكور. هذوكم اون ايفيت. مي كونت يلفو يالي وقت لازمنا نعالجوا. احنا ديجا سبق وعملنا حلقه كامله على لي فاريس. ما سي بيان اللي احنا ذكرنا بالحلول هذوما الكل معناتها التدرج في الحلول
الكحول كونتر لي فاريس. بالنسبه للناس الاخرين معناتها بالنسبه للناس الاخرين الوغ باش نقعدوا سور لو تريتمون اللي هو اول حاجه باش نقولوا لهم راهو اول حاجه فو ايفيتي لا شلخ تفيدوا السخانه ما هي تحاولوا بردو سقينا شو معناتها الصباح نعملوا قبل ما نخرجوا جيدو على سقينا واخر النهار داكور والا نجمو حتى نحطوا باسين فيها ماء ونبردوا سقينا داكور. عندنا سبور ناكد على اكتيفيتي فيزيك المشي لا مارش حتى اللي ما نجمش يعمل سبور لا مارش طوال النهار طويل دونك اون بو فير لا مارش سون بروبليم بي فما لي درينور لي درينور شنو هما سورتو العباد اللي عندهم دي روتونسون دي روتونسون دو الوغ فما دي درينور يتبيعوا ان فارماسي سينو عندنا لي درينور ناتشورال نتاعنا الوغ ناخذوا مي مع نعناع مي مع جنجمبر مي مع قارص ونحاولوا نشربوا توت او لون دو لا جورني الماء شرب الماء مهم شرب الماء قد ما باش تشرب ماء قد ما باش تنقص فنفخ داكوغ حاجه اخرى بالنسبه للعباد دونك نحيو الملح نقصوا الكونسوماسيون نتاع السيل ونقصوا الكونسوماسيون نتاع الحلو رانا سورتو اون ايتي والغله الغله باهيه وبينيفيك اما ردوا بينا ساعات انا باش ناكلوا ياسر ان اكسي حاجه اخرى نتفاديو دونك الحمام والسبا كل ما فيه سخانه شالور كبيره نحاولوا نلبسوا لي با دو كونتونسيون نتاعنا داكوغ مهم يعاونوا في قاعدتنا نحاولوا زاد كيف نحن هكا قاعدين سي با بيان اون دي كرواز دي جون نحاولوا نحسنوا الغاتور نتاعنا دونك اسانسيلمون نحاولوا الميزان نتاعنا يكون مبعوض زاده نعسوا على رواحنا شو ناكلوا دونك اسانسيلمون هذا هي الهيجين دو في نتاعنا. جوست ديرنيغ كيستيون اسكو لي مساج ينجموا يعاونوا على وي وي يعطيك الصحه يا ليندا سي تري بيان لي دريناج لمفاتيك ان فيت مش لي مساج داكوغ لي دريناج لمفاتيك يعاونوا ياسر اللي هما اسانسيلمون يبداو مانويل وفما توا لا بريسو ثيرابي اللي ولات وي يعاونوا بالبدا دايوغ نحن نعطيوهم في ديكور نعطيوهم ديكور وهو من المستحسن العباد اللي يعرفوا عندهم ريتونسيون دو وكل شيء راهو نحضروا سقينا في الصيف شو معناتها ما نستناوش الا ما تجي الصيف وباش نبدا صريحه راهو كو سوسوا لي فاريس والا لا ريتونسيون دو شو يقول لك هو بصور يقول لك انسوفيزونس فينوس كرونيك راهو مزمن C'est-à-dire qu'on a le jour, mais les motéba. انت تعرف سقيك قلقو ديما نعملوا اون كونسلتاسيون في موا دو مي افريل باش ننظموا روحنا نعملوا لا كور نتاعنا وكل شيء باش كي نخلطوا للصيف نعطيوه مرتاحين ونعطيوه مرتاحين مرتاحين فوالا افيك بوكو دو كونفور يعطيك الصحه دكتور ميرسي فهمنا اكثر الاسباب والحلول سورتو ماهمش صعاب معناتها حاجات دي جيست سامبل ساعات ينجموا يبوف سولاجي القلق كبير لانكونفور الكبير برشا الناس اللي مع الطقس السخون مع فصل الصيف يلقاو هالاشكال هذايا دكتوره مريم ترابيسي طبيبة مختصة في الأوعية الدموية نشكركم برشا على حضوركم معنا وإن شاء الله في حلقة أخرى نزيدوا نتعمقوا في مواضيع أخرى في بدل حياتك هذايا موضوعنا لليوم اللي نختموا به حلقتنا شكرا دكتورة باش نمشيو ديريكتومون للديكوستاسيون فينال مع الشيف بلال ونكملوا حلقة اليوم مع الشيف بلال نصبنا السفرة كالعادة من البلا للبلوتو لونتخي البلا والديسير كيف كيف معاك نبداو بالبسلايطة الحقيقة اللي كومبليت فيها كل شيء متكامل انت شنو تحس؟ جست نشيو معها طرف سكالوب وكاها لهذه مازلت ما ذقتش الحقيقة فيها البرغل هذا فيها برغل ست برغل عملنا فيها الفرماج بالحبق نتاع مرياح وبرشا خضرة برشا خضرة كل شيء اللي موجود بصل عملنا فيها كم فينيغريت ومن بعد نحكيو عليها على خاطر عملت رابيل للبلا دو ريزيستانس اللي هو فيه عملنا تالياتيلي باللحم صوص باربيكيو وفيه صوص صوجا هكا ازياتيك شويه عملنا فيها كيما الخضره معناتها طماط واحد فلفل وبصل قليناهم بالقدا في شويه جولدينا خذينا اليوم جولدينا بلوس ومن بعد سوتيناهم وحطينا اللحم وكل شيء وغلينا التلاتيلي على روحها التلاتيلي نتاع ليبيدور خذينا نمر اثنين جوست بعد بوشيناها حطينا الكل اي وكهو هذيك الريسيت سهلة جديك شوية سينوج ولا شوية جلجلين جلجلين ولا فوق هيلا بالنسبة للديسير نتاعنا اللي هو عملنا تارتوليت بالكونفيتور ولا ماند فيها بات اماند هذيا من فوق عملنا بها كيما الكخوت ومن من داخل تقعد مواليز معناتها من داخل نلقاها جيتو هكا المعجون نتاعنا داكور وكاو هذيا تجي معها قهوه بيان سور بنينه يبي شوفوا ميلا مع التارت اليوم عندنا لي كابسول مع كريمه
اليوم على تاخت تذكركم لي كابسول نتاع جولدن كوفي عندنا موجودين لارمونيو دي كافييني لانتونس والاكستريم انت والقهوه اللي تحب عليها توقيت القهوه نتاعك دا صباح عشيه جولدن كوفي توفرك القهوه الكل وحبيت نقول لكم لي كابسول نتاع جولدن كوفي كومباتيبل مع ماشين نسبريسو الكل très bien donc هذيا حسب لومور دو جور دي كافيين اخر العشاء اللي ما يحبش تسهر القهوه والاخرين انت لانتنسيتي اللي تحب عليها انتنس اكستريم هارمونيو والا دي كافيين دونك التخت حاضره البلا موجود القهوه تبارك الله ولي كابسول موجودين كملنا شيف لانتنس اللي هي نمره 8 فما اقوى منها الاكستريم الاكستريم هكا ولا اللي تحب انت الاكستريم ولا لانتنس لا لانتنس لانتنس بعد العشاء معتدلة باهي شيف ميرسي مره اخرى يعطيك الصحه على المنيو نتاع اليوم وكيف كيف نشكر الناس يتفرجوا فينا وتابعونا في حلقه اليوم من برنامج نهاركم فل مع ضيوفنا نوز اكسبير والمواضيع سورتو اللي نختارهم سبيسيالمون ليكم انتوما ويهموا العائله التونسيه الكل نحكيو كيدز نحكيو فامي نحكيو كونسوماسيون نحكيو كيف كيف مع الاكسبير دو جور كل مره نصيحه جديده كونساي اون انيمالري سبور فيتنس تغذيه ماكله كل شيء تلقاوه معنا كل مره تابعونا في حلقه من برنامج نهاركم فل قول ميرسي بوتيك مانوشكا البحيرة 2 لاك 2 بور لا تنو دوجوردي اللي هكا 100% صيفي نتلاقى معكم ان شاء الله في حلقه جديده غدوه كالعاده على قناه الحوار التونسي برنامج نهاركم فل في لامن ترجمة